بتغاري عليه؟ انا ما بخاف. ما بتغار. انا بلا بغار. انا مش قادر اغير وضعي على المسرح. انا هبه الوحشه. صعب كثير تلاقي هيك موهبه. عندها هبات اكثر من انه هبه. شو هيدا؟ زمان مش عاجبي؟ خالصه. بس ما بعرف انا انه جوزي حكيم لإلي. جوزي حكيم ومع جنرال. عم بيقولوا عم بتبكينا وتضحكنا بنفس الوقت. كل دقيقة واحد قاعدة بالسجن هو بصير يتمنى الموت. ليش فجأة اختفيتي؟ كنت عم بعمل كروشيك. وعلى طول في حديث عن علاقة غرام مع أسامة الرحباني. مانا إيش عم بشعر. حديث البلد الخميس 9:30 مساء على MTV.